دائما كنواصلوا معكم ودائما ان شاء الله غادي نستقبلوا اتصالاتكم الهاتفيه. اسيا من مدينه الدار البيضاء. لا اسيا، السلام عليكم لخطيبه. وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. الله يطول عمرك. لا سنة. نعم الجوره من الطف ياك لاله. ايوا حيت بوجودك لا يخطيك ليك صحه والله العمر. اهلا ومرحبا. لا يخطيك لاله. اهلا ومرحبا تفضلي. بارك الله فيك. المهم نعطيك واحد الطويجنه زويجات خفيفين. نعم عندنا صدر الدجاج مشرمل مقلي. يا صدر ديال الدجاج مشرمل ومقلي. او عندنا كبيده مقليه ومشرمله حتى هي. نعم زوينه هاد الكبيده مشرمله، يعني بحال كتقريح وشاده حسيفه في شي حد. كبيده مشرمله ومقليه ما ندخلوش نحمروا على اسيا في شي فريرن. لا تتقليها ماشي فين تتقليها زعما. نعم لا لا زعما نزيد عاود شي شويه شي حاجه اخرى فهمتي باش تقلى مزيان. زعما نزيدو نهلكوها. اييه هي الكبيده هشيشه هذاك الشيء علاش سخرتها. واخا لا اسيا تفضلي مرحبا. عندنا لا ناخذ واحد الصدر ديال الدجاج تبارك الله شي دجاجه نيت. اييه ندير لكم كبيبر. شويه الملحه. شويه د الملح. لبزار. لبزار. حميره. حميره. المعدنوس. المعدنوس. نص حامضه معصره. نص حامضه معصره. ودريس ديال الثومه. ودريس ديال الثوم. غادي ناخذ ديك الصدر ديال الدجاج وغادي نقطعوا شرائح. نعم. غامضه. اييه. لان ملي تتقلى راه خاصها تبقى باينه. نعم، يعني نديروا حسابنا بان راه اصلا الدجاج ملي كيطيب بزاف كيتفرتت الوغ ما غيبقالناش داك الشكل اللي بغينا حنايا. داك الشيء. غادي ناخذ ديك الصدير ملي قطعناه غنحطوا في شي اناء. اييه. غادي نزيدوا عليه ديك المليحه. نعم. والابزار والتحميره. والمعدنوس اللي مقطع. نعم. نص حامضه اللي معصره وضريس ديال الثوم محكوك. نعم. ونشرملو هكاك ونحطو في الثلاجه نمشيو نقضي شغالاتنا ساعه نص ساعه على حسب الليل. نعم. هذا ما يتشرب. ما الدجاج كل ما تشرب كان احسن. هذا هو اللي كاين. نعم. صافي حنا وجدنا الشليضات وجدنا اللي خصنا غادي نقدمو سخاخن. في اخر المطاف غادي نسخنو شويه ديال الزيت. غادي نفندو في واحد شويه ديال الطحين. انا ديك الطحين تنسمو بشويه ديال الابزار وتنديرو شويه ديال التحميره. نعم يعني باش ما يجيش عاود غير داك الدقيق هكا كاينه بوحديته عاد باس المنظر. تنفند فيها ديك الصديره ديال الدجاج وتنقليهم. تنحطهم عندي درتي مع الشليضات ها الدنجال زعلوك ها الدنجال مشرمل ها خزو مشرمل ها بقايله دابا راه الوقت ديال هادشي كامل. نعم وانت ستي طويله وانت تريتي غزيوله. تبارك الله عليك لا اسيم عندي ما نقول داكشي الشهيوات والاقتصاد في نفس الوقت. وحاجه طبيعيه. قولي لي القضية ولات كتزير شويه. والله ما لك الحمد. الحمد لله حنا المغرب الحمد لله عايشين. الحمد لله. عندك ما عندكش غتعيش باش ما قسم الله. ضروري تعيش. نعم تفضل. عندنا نص كيلو ديال الكبده. نص كيلو ديال الكبده. غادي نحيدوا هذيك القشره الفوقانيه. اييه. وغادي نغسلوها ونسقطروها. نعم. غادي نقطعها شرائح حتى هي. غادي نشرملوها بالكمون. الكمون. ملحه. الملحه. لبزار. لبزار. تحميره. تحميره. غادي نخلطوا هادشي كامل بشويه ديال الماء وغادي نشرملوها. نعم. غنخليوها تتشرب. حتى هي غادي نرمدوها في الطحين وغادي نقليوها. نعم. المهم زويته سخيخنه راه ماشي بزاف. اييه. بشويه ديال الزيت. نعم. وغادي نقطعوها طريفات بحال غنديروا كباب. اييه. غادي ناخذوا ديك العطريه اللي شاطنا لان تتكون مشرمله ديك الشرموله غادي نردوها للمقله. اييه. غادي ناخذوا ديك الزويته شويه من ديك الزيت اللي تقلات فيها. اللي تقلات فيها. لان فيها النسمه. اساسا النسمه. نعم. اوي. غنديروا خلاص شي طويجن. غادي نزيدوا شويه ديال المعدنوس. نعم. ونزيد واحد جوج دراسات ديال الثومه محكوكه. وندير واحد كويس الماء ونخليوها تتغلي. نعم. الكبده راه ديجا راه طايبه. طايبه ما تحتاجش تتغلي. ترميها فوق ديك الوجه ديال ديك الطاجين. نعم. وتخليها تطيب. هذه راه مشرمله بلا مطيشه وكاينه مولا في مطيشه ديال المطيشه انا ما تنقليهاش نقبطيها هكا كتنقطع ملي تتشرمل. تتكون تنشرملها في طريفات صغيورين. نعم. وتنقبط هذيك ديك الكبيده تندير هي جوج معالق ديال الزيت. نعم. في المقله وتنديوها نجيبها بحال تنشحرها. نعم. تنحك جوج مطيشات. وتندير عليهم بصيلاتيه محكوكه. نعم. ونيت الملحه والابزار والتحميره وخلاص والقزبر والمعدنوس خلاص مدقوقين مع شويه ديال الثومه. نعم. تدي وتجيبي هذا الشيء كامل مشرمل. الكبيده اللي تتكون ديتيها وجبتيها في المقله تترمي على داك الشيء وتخلي كل شيء مع نص كويس الماء. انا فيها مطيشه والبصله. نعم. صافي تتشرب ايوا حطيها وما نقول لك شيء. تبارك الله عليك لا اسيا ما عندي ما نقول. لا لا يخطيك. مبروك وشكرا ليك.